مساء النور، اهلا تحياتي على كابتن طارق دورو معايا في الاستوديو، بيرحب بحضرتك. اهلا بيك واهلا بكابتن طارق. طيب يعني الى حد الان كابتن مبروك النهارده طبعا في البدايه لمنتخبنا، وان شاء الله نكمل على خير ان شاء الله بامر الله كده، والوصول للمباراه النهائيه. البطوله ماشيه ازاي يا كابتن؟ كل مصر كلها بمنتخبها قوي، وان شاء الله ربنا يتممها على خير يا رب ان شاء الله. البطوله كابتن اخبارها ايه، ماشيه ازاي؟ هل في اي مشاكل بتواجه البعثات؟ الامور من وجهه نظرك او انت شايفها ازاي من خلال طبعا غرفه العمليات اللي متواجده؟ يعني خليني اقول المشاكل هي متواجده على طول يوميا. احنا بنلعب في الظروف الاستثنائيه، الظروف الاستثنائيه دي حطت علينا خلينا نقول بدل مشاكل تحديات كبيره جدا جدا، وبنحاول ان احنا نقابل التحديات دي كلنا. وطارق معاك كابتن طارق واحد من اعضاء اللجنه المنظمه، انا شرفت ان انا بشتغل معاهم كلهم ناس على اكمل وجه وبيحبوا بلدهم ومخلصين لبلدهم ونفسهم يعملوا حاجه كويسه جدا. فكل واحد فعلا من الصبح لغايه اخر اليوم بيبقى قدامه تحديات جامده جدا، بنحاول كلنا مع بعض كده ان شاء الله. الدوله كلها واقفه بتساندنا، من اول رئيس الجمهوريه السيد رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه، وما ننساش برضو دور الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى. فحاسس ان كل الناس بتتكاتف عشان تنجح هذه البطوله في ظل الظروف الاستثنائيه. طيب نجاح الفقاعه الطبيه حتى الان يا كابتن، يعني خليني اقول ان البطولات طول عمرها بيبقى يعني مينلي بيبقى اللجنه المنظمه وزاره الشباب ووزاره الداخليه. المره دي بقى يعني وزاره الشباب ووزاره الداخليه ومعاهم وزاره الصحه. في مجهود رهيب معمول من وزاره الداخليه ووزاره الصحه في انجاح هذه البطوله، سواء من حيث تامين الفنادق او الملاعب. يكفي ان حضرتك مثلا تبقى عارف ان مثلا عمر ما كان حد بيحط تأمين مثلا زي وزارة الداخلية لملاعب التدريب، انما النهارده كل اللعيبة دول داخل ما يسمى الفقاعة. ففي بعض ملاعب التدريب ممكن اعضاء النوادي او اعضاء جوه المنطقة دي يحاولوا يدخلوا يتفرجوا، لو منتخب فرنسا مثلا بيتمرن يبقى ناس كتير عايزة تدخل تتفرج. فالداخلية بصراحة قايمة بمجهود كبير جدا معانا، وعندنا شركة برضه الشركه الافريقيه دي شركه تامين خاصه. وزاره الصحه بقى يعني حدث ولا حرج زي ما بيقولوا، عاملين خطه للاجراءات الاحترازيه والوقائيه. من اول الدكتوره هاله زايد والدكتور علاء عيد هو رئيس اللجنه المنظمه بتاع البطوله، مع زملائه من وزاره الصحه عاملين لنا خطه متكامله بحيث ان شاء الله رب العالمين تخرج البطوله في امان وسلام، ويرجع كل الناس نفوت كلها لبلادهم سالمين ان شاء الله. طيب كابتن، صحه ما تردد عن اصابه بعض اللاعبين في الراس الاخضر، عايزين نوضح. لا هي مش ما تردد، هم فعلا لعيبه الراس الاخضر في اربعه من اول احنا بنتاكد من حضرتك بس. في اربعه عندهم فيروس كورونا، وعملنا لهم مسحات طلعت المسحات ايجابيه. وبعدين بعد كده عملنا لهم مسحه ثانيه للاعبين الاخرين طلعت المسحه سلبيه. ثم بعد ذلك النهارده برضه القرار بتاع الكومبيتيشن او لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي هيطلع غدا صباحا، هنشوف ايه الوضع معاهم. بس ده ما بيبقاش قرار اللجنه المنظمه، طبعا دي كلها قرارات تبع الاتحاد الدولي. في من ضمن لجان لجنه المسابقات هي بتدرس بعد ما بتعرض عليها حالات جميع الفرق، بتدرس هذه الحالات وبتبتدي تدي قرارات. القرارات دي ان شاء الله هتبقى بكره مثلا على الساعه 12 او حاجه كده، هنقدر نعرف ايه قرار لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي بتاخده، واحنا كلجنه منظمه بنتابع هذه القرارات. طيب يا كابتن، يعني النهارده شفت منتخبنا بقى ازاي بقى من خلال الفوز النهارده الكبيره على مقدونيا النهارده؟ يعني النهارده يعني اقدر اقول ان المنتخب النهارده اظهر الحمد لله رب العالمين ان هو اظهر وجه مشرف. اولا بدايه من حارس المرمى يعني كريم كان موفق جدا في الشوط الاول، والدفاع كان قايم بمهمة جبارة. يكفي ان حضرتك تعرف ان السنتر فورورد بتاع
بتاع الفريق النهارده بتاع مقدونيا ده من احسن سنتر فورورد اللي موجودين حاليا على الساحه الدوليه. ما حطش غير جون يمكن في الشوط الاول. فقدر الدفاع فعلا يحكم المباراه تماما. الهجوم كان منظم. ما ننساش بقى الدور كبير فعلا النهارده للمدرب الاسباني بتاع منتخب مصر. قدر ان هو يشكل مجموعه من التشكيلات يعني من لاعبي ذوي خبره زي احمد الاحمر مثلا مع لاعبين شباب، فقدر يدمج الناس مع بعض بحيث ان فعلا يعني انا النهارده مبسوط باداء المنتخب جدا 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 من الناحيه الهجوميه او الدفاعيه. حاجه جميله. بشكرك كابتن حسين، وان شاء الله البطوله تستكمل على خير ان شاء الله، ونشوف منتخبنا يوصل لابعد نقطه في هذه البطوله. واللجنه ما شاء الله وكل الامور اللجنه منظمه والامور ماشيه بشكل طبيعي، حتى واحنا بنتكلم على بعض الاصابات، وده وضع طبيعي زي ما احنا بنتكلم في اي بطوله مجمعه او اي بطوله او اي حتى مباراه بتبقى متواجده. استاذنك كابتن اطلع لفاصل.